الاسلام الكره لكوار بالاكو لو لو با 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 جول لو 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 كوكورين يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الروسي له من جول هدف مباغت هدف مباغت من اروع ما يكون من قبل اللاعب كوكورين معلش معلش خلوني نقول لكم معلش شوف شوف استغلوا فرصة سفيان طولي غير موجود توزيع من أروع ما يكون بابا بابا با هدف في منتهى الروعة سجلوا اللاعب ألكسندر كوكورين على يسار الحارس رئيس مبولحي لا تقدر عليه لا أنت يا رئيس مبولحي ولا أنا ولا غيرك ولا أنا وإنت مجتمعين هدف مقابل صفر لصالح منتخب روسيا في بداية هذه المباراة بالضبط عند الدقيقة السابعة المباراة راح تكون حلوة المباراة راح تكون حلوة وشاقة ومتعبة وجميلة من دون شك هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الروسي من امضاء الكسندر كوكورين السيناريو الافضل للمخالفه من ياسين عوده الدفاع المنتخب الروسي جمال مصباح باقي في الخلف كل اللاعبين الروس في منطقتهم ياسين ابراهيم يرفعها الى جول 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 يا عصام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا عصام قلت لك باننا نشم في رائحه الهدف الجزائريون يعودون يعدلون ويفرحون يا لو بالهدف يا اسلام يا اسلام يا اسلام هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري في الربع ساعه الاول من عمر المباراه الله اكبر يا اسلام الله اكبر يا اسلام جول 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 اسلام سليماني يعدل النتيجه يا اسلام هدف التعادل يا ضايد عدل النتيجة أمام الروس هدف مقابل هدف يا إسلام نعم أنت يا إسلام ما مكان الحال يا إسلام برافو هدف التعادل من كرة ثابتة كنا نشم في هذا الهدف كنا نشم فيه جاء الهدف